شو هالأفلام الهوليودية هي؟ ما فيها شيء بيشبه مجتمعاتنا. ولا حتى الإيطالي ولا الفرنسي. ما فيهم شيء. ما غير الأفلام القديمة. كليات قصص عامة وقصص حب. وين الموبايل؟ ألو، كيفك رامي؟ بدي منك خدمة حبيبي، بدي كل شيء أفلام أخذي أوسكار قبل 2000. اليوم بدي إياها. ترك كل شيء من إيدك وتعال عندي، جيب لي إياهم معك. إيه ماشي، ناطرك. باي باي. عاد هو الشغل. عم كيف نسيانكم؟ أنا مالي غير الكتب القديمة، جوجل، تشيخوف. أخذ منه شي خط، ادعم المسلسل. مرحبا استاذ. اهلين رامو. والله يا استاذ صار لي سنين بهي المصلحه، ايه بحياتي ما شفت حدا قدك بتابع افلام. حاجتك كولك، فوت حطه على التخت وهلا بحاسبك بايجارهم. ثلاثة وخمسمية ايجارهم والباقي لك. يسلمون، بدك شيء؟ سلامتك. باي باي. سكر الباب وراك. ماشي، سلام. هذا هو الفيلم اللي بدي اياه. كيف قلت نسيانه؟ بس قفلتموني يا حرام. صار عندي ثلاث أفلام، باخذ منهم كم قصة بساوي أحلى مسلسل. عيناني مني المنتج. جائحتان في الألوان. أهلين أستاذ. والله يا استاذ بدك تطول بالك علي شوي، عم بكتب لك قصه لتكسر الدنيا من وراها. عم بدمج ثلاثه افلام اوسكار بقصه واحده، يعني يومين ثلاثه بيكون الملخص عندك. بدي منك تحكي لي مع كل نجوم البلد، يعني من مصر، من سوريا، من لبنان، ويمكن نحتاج لممثل او ممثلين من افريقيا. بقى جهز لي حالك، بدنا نخرب الدنيا هالموسم. ها وبعدين كل مرة نفس القصة نفس القصة. خلصنا استاذ، شو أول مرة بتجي؟ عم يحكي مع وحدة يعني شباب؟ هذه الثقافة دغمائي تافه. باي يا حياتي باي. أهلا أهلا أستاذ حنان. أهلا أستاذ حيان. عفوا؟ حيان. إيه تفضل تفضل. كيفك أستاذ؟ والله داعي لك استاذ. النص تبعي صار له عندكم اكثر من شهرين، قراتوه؟ والله قراناه. قصدي يعني انه يعني انه الشباب اللي عندي قرأوه. ايه يعني بس بس شو استاذ؟ النص بده هيك شوية شد، يعني على يعني ما انه تشويق، ما هو مشوق يعني. والله يا استاذ انا بختلف معك كثير، النص تبعي محاوره مهمه جدا، انا حاكي فيه عن مشكله الطفوله والمشاكل الزوجية ومعالج هاي المشاكل.
هلا هي القصص بالامور اللخبطات هي الناس ملت منها يعني خلاص. عفوا استاذ، هي مشاكل مجتمع ما حدا بيمل منها. بتمنى اذا ما بدك النص تقول لي القصه ما بدها خجل بنوب. يا اخي يا حبيبي يا استاذ حنان، حيان حيان يا اخي، حيان حيان. رح نشتري النص بس يعني بده شويه تعديلات. عود اقول لك، عود لك عود. تعديلات شو؟ على القصة يعني؟ لك لا 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 خيو، كيف قديش لك؟ هلا القصة خليها مثل ما هي بس يعني يعني هيك حط لها شوية بهارات هيك، عرفت شو؟ شيء له علاقة يعني الكمون الفلفل يعني خيانة حب بقواص هيك تبع هدول البواريد الفرنسية لأن ما خلص هيك يعني هي هيك يعني الشغلات بتحبها لهي القصص يعني الناس يعني عرفت؟ يا أستاذ رشيق، نحن شغلتنا بالحياة إنه نصلح المجتمع، نصلح الأغلاط تبع المجتمع، مو نكرسها عند الناس. يا حبيبي شو أنت جايين تشتغل مصلح اجتماعي يعني؟ بدنا نشتغل حبيبي، بدنا نشتغل، باب رزق هاد، إيه قال مصلح اجتماعي قال. اهلا يا جاجي، اهلا بمرتي حبيبه قلبي. شو سر الزياره المفاجئه؟ تفضلي تفضلي تفضلي. والله جوزي كل نهار وبالمكتب وبالليل مقضي لي اياها سهر، قلت له اجي شوفه. لك يا حاجه بقى اطلعي من هالبواب، بكون بالبيت انت بتبلشي تمسكي الموبايل بقى على الانترنت وجوجل وواتساب وما بتحكي معه بالحرف. هاتي لشوف، قولي لي شو القصه. والله اللي بيسمعك بيقول قديش هذا مظلوم مع مرته، والحقيقة ما أنك فاضي تشوفها. هات عطيني مصاري بدي أقوم أنزل على السوق. أيوة أنا أقول لحالي الزيارة مو لله. والله عرفان بدك مصاري، تكرم عينك. الله هلا محور المشاكل الزوجية، كيف بدنا ندخل في خيانة؟ أنا شو بيفهمني بالخيانة؟ مالي غير فوت طبق لي شي بنت على الفيسبوك وعيش الحالة. الخيانة هاي المسنجر. قالت الأصدقاء شو؟ أسير الالتقاء شو؟ القلب الحزين بين الحلوين شو؟ إلا إلا مرحبا. تروح ما ترد علي صحلا. ولك سلامة قلبك وروحك. شكرا. مين هانز؟ هذا تشخوف. جدك؟ لا أخوه. وهاد مين؟ مين هاد؟ هان ليش هيك شكلها؟ شو عامل بحالك استاذ حنان؟ حيان يا استاذ حيان، والله صار لي يومين ما نمت. انا عملنا شغله بتطير العقل هالمره يا استاذ حنان. حيان حيان يا استاذ حيان. ايه حيان حيان بنزهر. كاتب لك مشهد خياني رح يسوس عقول البشر. يا لطيف. وبتعرف مشان المصداقيه اكثر شو عملت؟ شو قل لي شو؟ طبقت لك وهدي على الفيسبوك. شو تطبيقه مشان الواقعيه يعني؟ ايوه
يعني هيك يعني جاوبت معك ولا؟ كثير جاوبت فوق ما بتتخيل. اضيف على الحكي ما احلى. بما انه هلا انت خلصت كتابي وهيك خلص يعني يعني اعطينا رقم حسابك هيك مشان يعني نلحس اصبعتنا يعني. طيب راح اعطيك رقم حسابه. اهلا اهلا بمرتي جاجتي. اهلا يا حبيبي. اي لاف يو. اي لاف يو تو. اهلا وسهلا. إن شاء الله الناس تحب شغلي. يا رب. أهلين أخي. لك الله يبارك فيك. إن شاء الله الناس تحب. أف أف طول بالك أخي. حتى أنت صرت ناقد. أخي طول بالك لا تمشي كم حلقة وبعدين قدني على راحتك. أخي بس لا تخلص فرجة على المسلسل عطي رأيك. يا أخي الحلقات الجاية رح تجاوبك على كل الأسئلة. سلم أخي سلم. خالي رشيد عم هاد صار له سنين ما حكاني. عليك خال الله يبارك فيك يا رب. اوف اوف طول بالك خال. بدك طول بالك علينا. خالي كل شي ببالك رح تشوفه بالحلقات الجاية. خالي والله لسه بكير على النقد. لساتنا بالحلقة الأولى. بس طول بالك شوي. ماشي خال ماشي ماشي. حتى انت يا خالي. حتى انت. مين هاد كمان؟ ألو؟ نعم أنا الكاتب حيان حيان. صحفي؟ إيه على عيني. إمتى بتحب اللقاء؟ خلص بكرة على الموعد بكون عندكم بالجريدة. ماشي. لحقوا لحقوا بدي يعملوا معي لقاءات؟ لسه يا دوب نعرض المسلسل، لسه ما عرفنا الشخصيات. استاذ هيان، نحن حضرنا الحلقة الأولى من عملك. وبصراحة أنا حاولت أمسك مقولة العمل، لكن حسيت إنه في تشتت بالمحاور. يا صديقي، يعني بالحلقة الأولى بتكون تعريف للشخصيات، مفتاح لمحاور القصة. لهالسبب بعتقد إنه القصص كمان المحاور، الربط بيناتهم غريب، والحبكة فيها بعض الحلقات المفقودة. بالحلقات القادمة لما نبلش نبني الحدث تلقائيا هاي الحلقات كلها رح تختفي. كمان بالنسبة للحدث بالحلقة الأولى ما مر حدث يذكر. يا أخي أنت صحفي ولا ناقد؟ لا يا أستاذ، أنت بتعرف أنه النقد من ضمن شغلنا. أستاذ عابد لحظة. ألو أنا الكاتب حيان حيان. لقاء تلفزيوني؟ إمتى اللقاء؟ استاذ مصطفى ما بدك تسالني شيء مشان الحلقه؟ ما بدك تقلي شيء؟ دقيقتين بتجي القهوه استاذ بنشربها وبعدين بتطلع على الهواء. ليش مستعجل؟ ايه ايه ماشي ماشي. استاذ بدي اسالك بمتابعتي لعملك الاخير التمست التماسها انه اغلب المحاور اللي حكيت عنها حضرتك مطروحه سابقا يعني مستعمله، فانه مو معقوله انت ما بتلاحظ معي انه الكاتب لازم يتوجه توجه تاني. عفوا يا صديقي، مشاكل المجتمع معروفة وكل كاتب بيتناولها من زاوية مختلفة برؤية مختلفة. اي صح صح كلامك استاذ، إيه بس يعني والله ما عاد عرفنا شيء من شيء انه نفس المسلسلات ونفس القصص ونفس الحكاية. يعني مو معقول مو معقول ما عندكم هيك نظرة وابتكارية وابداع لبناء شخصيات
كلامك مردود عليه. العمل مو بس للكاتب، في كادر كامل عم يشتغل على الورق اللي عم يكتبه، وبالتالي على الحبكة اللي عم يعملها الكاتب. أيوة تقبرني أستاذ، هي الحبكة، أنا عم بحكي على الحبكة. يعني الحبكة دائما هيك عم حس إنه فيها توجه وضعف معين. يا أخي أنت جايبني لهون مشان تقعد عملي؟ أنا ماني ضد هذا الشيء، بس استنى ليخلص العمل بعدين القعد على راحتك. إيه لا أستاذ، يعني مو معقول، أنا مو شغلتي النقد، بس إنه هيك عم بحكي. واضح إنه الشغلة مو شغلتك وعم تخطب حالك فيها. إمتى رح نطلع لهوا؟ أعزائي المشاهدين، لنكون على بينة أكثر حول العمل الدرامي الذي يعرض على قناتنا، لدينا وباتصال هاتفي الناقد الفني الدكتور عبد الحميد. مرحبا دكتور، يا ريت تعطينا رأي حضرتك بالحلقات الأولى اللي انعرضت من العمل. بداية بدي هني الأستاذ حيان وكل كادر العمل بمسلسلهم الجديد، وأود أن ألفت نظركم بأن المسلسل الناجح هو مثل الفيلم السينمائي الذي يحقق الدهشة والإثارة في أول 10 دقائق من عرضه، مما يدفع المشاهد إلى متابعته حتى النهاية، وهذا ما يجب على الكاتب تحقيقه حين كتابته للمسلسلات. وهذا ما يجب على الكاتب تحقيقه حين كتابته للمسلسلات الطويلة. فبقدر ما تكون الحلقات الأولى ذكية بصناعة الحبكة ومكتظة بالأحداث، بقدر ما يكون مسلسلنا جميل. نعم دكتور تسمعنا؟ يبدو انقطع الاتصال مع الأستاذ عبد الحميد. مشاهدينا، بنهاية هذا البرنامج بدي أتشكر الأستاذ حيان لحضورك ولهذا اللقاء اللطيف، شكرا كثير لك وموفق بكل شيء. مشاهدينا الأعزاء، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء في حلقة قادمة. شكرا كثير أستاذ حيان، شرفت فيك، شكرا. يلا شباب بتنظفوا لنا هون، تحضروا الضيف الثاني. يلا كله صاير ناقد؟ لا عم يعتزلوا لأنه أول كم حلقة. لك استنوا بس لينصص المسلسل على الأقل. لا وقتك تخلصي. ليش لو سمحت؟ 1500. مو غالي، مو غالي، رخيص. شكرا. اهلين، الله معك. اهلين، الله معك، مع السلامة. قديش صار يا جدعان؟ لاحقين على المصاري يا استاذ، ان شاء الله الف مبروك المسلسل الجديد. هيك ها، خلينا نشوف حالنا فيك يا جار. لك دخيل ربك، شكرا يا جدعان، بس ما قلت لي قديش سعره. ليش مستعجل؟ لاحقين. بنظرة شمولية المسلسل حلاوة. بس يعني من الآخر، ولا تزعل مني ها، ما في تشويق، والحبكة يعني ما بعرف كأنها مسروقة، يعني ما أنا مرتبطة، عرفت كيف؟ يعني ما أنا مرتبطة ببعض، هذا هو. حتى أنت يا جدعان صرت عم تفهم بالسيناريو والحبكة. الله يلعن أبوه لهالمهنة. أستاذ أنت ممثل في التلفزيون، شايفك أنا. الدخان يا أستاذ، ما بدك دخان؟ لس مالك لي قديش قبضت من هذا المسلسل؟ أكيد هابر لك هبرة ماكلة. لكن يا عمي، بس الناس يصير معها مصاري ما عاد بتشوف حدا. شايف حاله كتير؟ ربيته شو نفسي؟ ايه؟ ايش يقول يا سكر؟ هاي تالت وحدة تشربها حاجة.
هي كل كتب النقد الدرامي. ماشي ماشي، بدي اتعلم النقد على اصوله وخلي كل واحد بيكتب او بينقد يتعقد من وراي. ماشي، رح تعرف مين الناقد. حيان حيان. أعزائي المشاهدين، ها قد وصلنا إلى نهاية الندوة المخصصة بالنقد الفني والدرامي. كان معنا ضيفنا ضيفنا لغويا ما بتزبط لأنه لازم تأتي مضمومة. نعتذر، ضيفنا الكاتب والناقد الأستاذ حيان حيان. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء في حلقات قادمة. تمام شباب؟ أوكي؟ يلا يعطيكم العافية جميعا. يلا استاذ حيان. الو. نعم، معك حيان حيان صاحب الكتاب المشهور النقد في الدراما. لقاء تلفزيوني؟ والله انا كومبلي من هول لشهرين، بس بحاول امن كل لقاء. بحاول. قد ايه دافعين بالله؟ 100,000 ليرة؟ لا لا صديقي، أنا بشتغل بالدرج. أيوة بالدرج. أوكي. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج نقاط على الحروف. سنتحدث اليوم في برنامج نقاط على الحروف عن أهمية وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، وذلك لإنجاح إدارة. ولك شو عم تعمل هون؟ أستاذ نعم، هلأ كنتم شوي. عم أقول لك شو عم تعمل هون؟ أستاذ عم نظف. أنا عم نظف. نظف شو بدي أعمل يعني أنا هون؟ شو بدي أعمل؟ نظف السجن. خلص تنظيف وسكر الباب وراك. حاضر أستاذ. ومين مشغل الإضاءة هاي؟ أستاذ عم نظف أنا ما بعرف. خلص والحاني على المكتب. رجل مناسب في المكان وبلا العمل. مرحبا يا أخي. وين يا أخي؟ لوين؟ آخر خط المهاجرين لو سمحت. الدرام. الو اهلين، شو وصل عماد فريد؟ ممتاز. طيب دخيل عينك ضيفي واهتمي فيه وابعتي خبر للمخرج يجهز الاستوديو. لا لا انا ما بتاخر، ركيني على الطريق. يلا شكرا، الله معك، باي. اسف اذا كنت حشري استاذ. لا ولو، تفضل. سمعت كانه عم بتقول اسم عماد فريد. ايه عماد فريد. لك هذا مو نفسه لاعب الطابة؟ بالضبط، هذا هو لاعب كرة القدم بالمنتخب الوطني. أيوة فهمت عليك، يعني أنت تلعب طابة كمان أستاذ؟ لا أنا خرجي لعب طابة الله يسامحك. عم بقول مو شكلك هالشكل ولا هيئتك عليها، بس بدك الصراحة أستاذ بدون ما تزعل مني. تفضل. يعني بحصل لك الطابة عنا كلها كذبة كبيرة. ليش بقى ما فهمت؟ يعني يا أستاذ بنقعد بنشجع وبنحرق أعصابنا
ومنتوتر ومننفعل ومدري شو بالاخير منتخوزق. عفوا منك يعني. والله الحق معك، بس بصراحه يعني شبابنا رجال بالملعب، بيلعبوا من قلبهم وبقوه ورجوله. انا معك على راسي يا استاذ، بيلعبوا بقوه وبيلعبوا برجوله، بس شو استفدنا اذا ما في نتائج؟ يعني على الفاضي يا استاذ، ما لازم الواحد يسكت، ما لازم الواحد، لازم نحكي، لازم نحكي يا استاذ، ولا انت بدك تضل ساكت مثلي مثلك، لازم تحكي، احكي لا تخاف. يا اخي الله يرضى عليك، انا ما بفهم بهالشغله كلها، وصلني على شغلي، ما بدي اتاخر، عندي موعد لو سمحت. ليش خفت يا استاذ؟ شبك ليش عصبت وتوترت؟ عم اقول لك احكي لا تخاف وانا وراك. لا حول الله من امر الله. طيب ماشي تكرم عينك استاذ، بس يعني كمان اسف على السؤال. شو بتشتغل حضرتك؟ معد برامج. انا يعني بكتب تقارير وما بفهم بقصه الطابه كلها يا اخي. ايه شو عليه، معلش الشغل مو عيب يعني. شو هاد استاذ، شو بتعمل؟ تكتب تقارير؟ نعم بكتب تقارير. شوف والله يعلم الله اني احبك وانت رجل والرجال قليل يا استاذ، انا من اول ما شفتك حبيتك ومسامح بنص الاجراء، وانا من يوم يومي بحب الطاوله وبلعب طاوله، ومو بس كره القدم، السله والحديد والاجرين والايدين واللي بدك اياه، وحتى الاولاد اللي بيلعبوا عنا بالحاره تحت الشباك وانا نايم ما بنزعج وبطلع بقعد لهم وبشقق لهم الطاوله. يرحم عيون اهلك، لا تجيب سيرتي بالتقارير. لك يا اخي الله يرضى عليك، افهم علي لو سمحت، انا بعد برامج فنيه ورياضيه بالتلفزيون، يعني انا هاي شغلتي، فمن وين لوين اجيب سيرتك بالتقرير؟ شبك شو قلت؟ يعني ما طلعت من هدول الجماعه؟ افتح الباب افتح الباب افتح الباب. هاي فتحته. ايوه انزل انزل انزل، يلا انقلع انقلع من هون، انقلع يلا. تضرب في خلقتك انت واللي طلع معك حيوان. لك الحق علي، انا اللي طلعتك. انقلع هناك وجع. انقلع. حبيبتي انتي كاميرا اثنين. طيب اوكي تمام ما شاء الله. ورجيني توزيع الكاميرات يلا. هاي كاميرا 1 هاي 2 هاي 3. يا مخرج قول للمذيعة تركز ثيابها، هذا برنامج رسمي مو برنامج للازياء. فورا فورا استاذه فورا. نايا حبيبتي زبطي لي ثيابك. شو بكن يا جماعه؟ يعني انا حاسه حالي رح اقدم نشره اخباريه مو هيك؟ يي لا انا ما عاد بدي اشتغل، ما عاد بدي سجل. يعطيكم العافيه. استاذ سامر حكيني شوي بس. نعم عايزتك حكيني شوي بس. فيني اعرف شو بهون تيابي؟ شو المشكلة؟ يا حبيبتي ما فيهم شيء، مديرة القناة اتصلت وقالت انه الكنزة نازلة لتحت. هلا هي نازلة لتحت؟ إذا هي هيك موديلة شو بعمل يعني؟ بنزعى؟ لك لا شو تنزعي أنا كثير حبيبها؟ خليها لغير وقت. المهم هلا بدك تطبقي لي الأوتو كيو مع النص اللي عندك. إيه؟ أوكي يلا رح أعمل تيست على السريع. أوكي يلا حبيبتي يلا تيست يا جماعة تيست. واحد تيست. يلا يا جماعة ستاند باي. خمسة تمام. تفضل يا سنايا. جاهزين حبيبتي؟ مشاهدينا أهلا وسهلا فيكم بالحلقة الأولى من برنامج. أيوة أستاذة. ليش هيك المذيعة فرحانة كتير وهي عم تقدم؟ إنه ما في داعي لكل هالابتسامة. أمرك أمرك أستاذة فورا. أستاذ كأنه هي المذيعة مأوفرة شوي، يعني معها حق المديرة، البرنامج رسمي ما بده كل هالمياعة. إيه يمكن.
نايا حبيبتي تعاملي مع النص بشكل رسمي أكثر. على فكرة أنا اليوم كتير رسمية يعني، بس ما بعرف أنتوا ليه هيك شايفيني. طيب طولي بالك علينا، معلش زراعية بداني، بس تعاملي مع النص برسمية أكثر. خلينا نعيد التست. تفضل خمسة. لحظة لحظة، شو تيست ما تيست؟ طولوا بالكم. هدي مدية القناة هيك بدها، لا توجعي لنا رأسنا. بس أنا هيك ما بشتغل. ولك عم بقول لك نايا، مو نحن أصحاب القرار. شو بك إيه؟ زراعية بداني. طيب ماشي خلصنا، بس بلاها كثرة الملاحظات هي، خليني أعرف كمل شغلي أنا. يلا يا جماعة keep rolling stand by. يلا جاهزين؟ جاهزين. يلا خمسة. مشاهدينا أهلا وسهلا بكم في البرنامج الكوميدي والفكاهي فكاهات من الماضي، حيث سنروي لكم حوادث وطرائف كانت تحصل في العصر العباسي والعصر الأموي. ألو. أهلا أهلا أستاذ. أهلين. الحمد لله تمام الحمد لله. كيف أخبار حضرتك؟ إن شاء الله بخير. تفضلي أمرني أمرني. أي سامر ملحن بعيوني التنتين بعيوني التنتين، تكرم عيونك. سلم لي كثير على المدام. يا أهلا وسهلا. يا أهلين يا أهلين. ألو نعم. ألي مدام. طبعا طبعا جاهز وحددنا الكادر كله. والله الحقيقة هلا كنت ناوي أمرق لعندك وفرجيك الأمر الإداري. يلا دقيقتين ركون عندك. خير إن شاء الله. يا رب. هدول الأسامي ما؟ تمام تمام. ليك الأسماء كلهم جيدة، بس بدك تكلف بدل المخرج اللي حاطه. الله لا يوفقك، كل شيء إلا المخرج. ايه ليك بدك تكلف المخرج سامر ملحي. بس يا مدام عامر أفضل بكتير من سامي. مين عامر هاد؟ ما تذكرته. ولو يا مدام، عامر مكلفينه بحلقتين أسبوعياً ببرنامج المباشر الصباحي، مخرج متميز ومأسبة جدارة. ايه تذكرته، هذا اللي كان مونتير وصار مخرج. ايه ما بدي اياه، بتكلف سامر ملحي. ايه بس يا مدام، على القليل هداك كان مونتير، هذا كان شقفة مساعد ملابس. اسمعي مني وخليني على عامر، عامر أفضل بكتير من سامر. مسعود شو صاير لك اليوم؟ بالنتيجة هاي القناة لا لأبي ولا لأبوك، بتعمل مثل ما عم أقول لك وبتكلف سامر ملحي. نقطة انتهى، تفضل على شغلك لشوف. الله يخرب بيتك، خربتي بيتنا. ليكون عم تحكي شيء؟ عم قول مثل ما بدك. ايه، مع السلامة. بالإذن. مشاهدينا وفي نهاية هذا البرنامج نود أن نشكر الكوتش سمير منون على نصائحه المفيدة. نتمنى لكم وقتا ممتعا وإلى اللقاء في الحلقة القادمة. شكرا كثير كوتش، شرفتنا. شكرا لهاللقاء الحلو. ميرسي كثير، كلك ذوق. يا هلا شرفت، الله معك. يا هلا. يا اهلين. مرحبا استاذه نايا. اهلين. كيفك؟ كيفك؟ ظريفه الكوتش. عجبوني النصائح. حلوه الفقره مو هيك؟ ايه كثير حلوه. ايه خلي لي اياك. اسمع قلت لك استاذه نايا ما خبروك عن برنامج؟ برنامج شو؟ برنامج بدها تقدمه سالي واخراج الاستاذ سامر. وانت شو عرفك؟ انا عرفت عرفت. يلا انا بدي اروح انا منتظر منك. ابعدنا انت، مين قال لك؟ بس انا عرفت خلص. تعالوا شباب خذوا هي. انا متاكده ان الحلقه الاولى من هذا البرنامج رح تطلع بتطير العقل. طبعا لازم،
أنا بدي إياك يا سالي تحضري النص كتير منيح، وبدي منك تهتمي بأدق التفاصيل. لا تخاف علي، بس أنا خايفة يكلفوا حدا بدالي بهذا البرنامج. أنت ليش بتضلي خايفة هيك؟ عم قلك أنا شفت نسخة من الأمر الإداري واسمك موجود فيه. بعدين هاي خلصنا الحلقة الأولى ولازم نبلش تسجيل. شبك؟ تذكرتيني، أنا لازم أسأله للأستاذ مسعود إنت موعد التسجيل. وين لازم نشوفه للأستاذ مسعود. الله يخلينا اياك يا معلم. ايه مش الحال، تلفوني انا بالبرنامج الجديد. ولو ان شاء الله اكون عن حسن ظنك. الله يخلينا اياك. تسلم تسلم يا معلم. الله معك الله معك الله معك، مع السلامه. شو استاذ سامر؟ القصص اللي بلا طعمه بتنعطى لنايا، بس البرامج المهمه واللي عليها القيمه بتنعطى للآنسة سالي. اوف اوف اوف، ليش انا عصبك هالقد؟ فهميني شو القصة؟ مفهوم شو القصة؟ البرنامج الجديد اللي حضرتك مخرج فيه. شو بو؟ سامر، لا تعمل حالك مو دريان بشي. برنامج مهم مثل هاد بتجيبه عليه سالي؟ طيب ليش؟ هي بشو أهم مني؟ ولك أنا أصلاً أحلى منها وأطول منها على الكاميرا. بالله، هو مين قال لك انه كلفه سالي؟ اذا انا دريت اني اتكلف بهالبرنامج هلا لعمى على هالقناه، ما في شيء بتخبى فيها، كله بده ينطش. سامر، انا ما بيهمني، انا هلا بدي اعرف الي اسم بالبرنامج او لا، وكمان بدي اعرف شو موقفك، ولا ليكون الكلام اللي بتحكيني اياه بالليل غير اللي بصير بالنهار. يخرب بيتك وطي صوتك، شو صليك؟ خلاص هلا انا بروح لعند الاستاذ مسعود بفهم منه شو القصه. انت ما رح تفهم منه شو القصه، انت حتروح لعنده وتقول له انا بدي نايا معي بالبرنامج، مو تفهم شو القصه. على عين مثل ما بدك، انت بس وطي لي صوتك. أستاذ مسعود. نعم أستاذ غدير. شو رأيك بالحلقة الأولى من برنامجنا؟ والله يا أستاذ غدير قريت جزء منيح منها، ما بعرف حسيتها منيحة، شو رأيك أنت؟ ممتازة. أستاذ، مين المذيع اللي مكلفينا بالبرنامج الجديد؟ كلفنا الأنسة سالي. وما لقيته غير سالي؟ لك في ألف وحدة أحسن منها. لا تقول في ألف، قول بدك نايا معك وبس. ايه يا سيدي بدي نايا، نايا حلوة والكاميرا بتحبها واحلى من سالي بمليون مرة. يا سامر افندي، الجمال بهالمهنة ما بكفي، هذا البرنامج مهم وبده مذيعة محترفة، ولو الاستاذ مسعود ما كان شايف انه سالي كفى ما كان كلفها. احكي لك كلمة يا استاذ مسعود. ايه طبعا طبعا، سالي احسن من نايا. والله يا استاذ انا المخرج وانا اللي بعرف شو بيحب الجمهور. من الاخير انا ما رح اشتغل مع سالي. لك يا اخي ما بشوفها شاطره. وليش ما بتشوفها شاطره؟ لانه مو مثل غيرها. خلي الطابق مستور يا سامر بيج. شو قصدك غدير؟ ولو يا جماعه خلصنا بقى، معقوله؟ دو 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 دو. لو انتم اساتذه محترمين هيك عم تحكوا مع بعض؟ شباب روحوا على شغلكم هلا، انا بكره بحكي مع مدير القناه وهي بتقرر. اقعد اشرب لك فنجان قهوة غدير بيك. ايش ونحن بدنا نشتغل على كيفهم؟ انت بتكلف المذيعة يلي بتلاقيها مناسبة، بعدين مين هذا المخرج يلي ما بده يشتغل مع سالي؟ الاستاذ الكبير سامر ملحم، مو حضرتك قلتي لي كلفه؟ سامر ملحم، سامر ملحم،
طيب هو مين المذيعة اللي شايفة مناسبة معه؟ نايا. نايا ليك هي نايا يعني نعومة وجه حلو على الكاميرا لهيك بتكلف التنتين وهيك بيصير البرنامج فيه أكتر حيوية وتفاعل. بس يا مدام البرنامج ما بيتحمل مذيعتي؟ ما بيتحمل؟ أنا عم أقوله بيتحمل يعني بيتحمل أصلاً هذا برنامج مهم. خلص أنت عملت ما عم قلك خلص بس يا نقطة انتهى. تفضل عشان لك لشوف بعيوني. أنت عم تقول شيء؟ هلا عم أقول مثل ما بدك. طبيعي مثل ما بدي. ماشي بلس. طبيعي مثل ما بدي. إيش؟ يعني إلا وخربوه علي كيف بدي أنت أنا وياها؟ أساساً نمط البرنامج ما بيتحمل مذيعتين. سالي اهدي وأرجوكي ما في داعي للتوتر. كيف بدك يعني اهدى كيف؟ كل ما أجتني فرصة بيتحشوها معي بخربوه علي والله العظيم حرام. لك يعني أنت شو بدك؟ مو أنا اللي عم أكتب نص الحلقة؟ إيه وبس خلصت الحلقة ومجرد تقراها هي لحالة رح تعتذر عن البرنامج. بس اهدي علي شوي وطولي بالك. شرف تفضل. الاستاذ بعت لي النص قبل بنص ساعة بس من التسجيل ومو عاطيني فيه غير فقرتين صغار. فيني افهم شو قصده من هاي الحركة؟ انا ما رح اطلع سامر. انا رح اعتذر ما رح اطلع. وشو يعني ما بدك تطلعي؟ عرض الحلقة بعد نص ساعة بتقولي لي ما بدك تطلعي وبدك تعتذري معقولين هيا؟ يعني برأيك شو أعمل؟ أطلع بهدل حالي من شان دقيقتين ظهور؟ لا والله ما بعملها، أنا آسفة يعني. لك شو آسفة؟ خلص عندي والله عندي. لخلي الحلقة كلها مطشوشة كلوزات لإلي، لك شو نسيان إنه أنا المخرج ولو؟ في نهاية هذا البرنامج نشكر لكم حسن المتابعة مشاهدينا وإلى اللقاء في حلقة قادمة. كات. شكرا لكم صبايا. يعطيكم العافية صبايا. شكرا لكم. وعلى شو عم تتشكرون حضرتك يا أستاذ؟ على التخبيص اللي عملته؟ معقولة مذيعة عم تقدم فقرة وبتشرحها بتقوم تاخذ لقطة للمذيعة الثانية؟ إيه والله تخنت كثير. القصة ما بدها أكثر من شوية مهنية، مو لهالدرجة. أنا ما تدخلت بشغلك لا تدخل بشغلي. في ناس بتقيم وهي اللي بتعطي رأيها، فما تفوت بقصة مالك فيها. ليك مسعود، شايف نايا قديش طالعة حلوة؟ ايه حلوة بتطير العقل لدرجة انه اخذ الكادر كله ما شاء الله. شو قصدك؟ تفرجي مدام تفرجي. هلا بتعرفي شو قصدي. قلتلك ما بدنا سامر بالإخراج. منشوف ومنحكي. الو. اهلا ماما. اهلا حبيبتي. ايه خليكي معي دقيقه. ايه مسعود الحلقه مبينه كثير حلوه. على الرقابه فورا وبتسجل الحلقه الثانيه. مدام انا بتمنى انك تطولي بالك، لازم تشوفي الحلقه للاخر، فيها مشاكل كثير صدقيني. مشاكل شو؟ انا اللي شايفته انه الحلقه كثير حلوه. اعمل مثل ما عم اقول لك. نقطه انتهى. انصرف لشغلك. عم تحكي شيء؟ لا لا سلامتك. سلام. ايش